السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم يا رب، واجازة سعيدة، ويك اند سعيد عليكم. النهاردة بس جاي في السريع كده اتكلم على موضوع كان اتسأل لي كذا مرة، وانا كل مرة ما كنتش بلاقي وقت بس ان ارد عليه او اعمل له فقرة لوحده، وهو موضوع الناس اللي بتيجي بتقرا التقرير السونار والماموجرام وما يلاقوش فيه موضوع البيرادز اللي احنا كنا شرحناه بالتفصيل قبل كده في حلقة لوحده، وهو ازاي تقرا الماموجرام، تقرير الماموجرام والسونار بتاع الثدي بنفسك من الكونكلوجن او من الامبريشن اللي بيتكتب في الاخر، ويقول لك مثلا ده بيرادز 1 بيرادز 2 بيرادز 3 لحد 6 زي ما اتفقنا. في لسه بلاد زي بالذات بلاد المغرب العربي، الجزائر وتونس بيكتبوا، والمغرب بيكتبوا كتير قوي من الاحيان موضوع الاي سي ار، بيكتبوا اي سي ار من برضو 0 1 2 3 4 لغايه 5، مش بيكتبوا البارايت سيستم. والحقيقه ان الاي سي ار هو كان نظام المعمول بيه قبل موضوع البارايتز، يعني في يعني البارايتز هو الابديت بتاع موضوع الاي سي ار. يعني ايه اي سي ار اصلا؟ اي سي ار يعني امريكان كولج اوف راديولوجي، ده يعني مش اختصار لحاجه يعني مرضيه ولا حاجه، الامريكان كولج اوف راديولوجي اللي هي الجمعيه الامريكيه للاشعه، دول يعني زي جمعيه كده بيقعدوا مع بعض زي اي ناس في تخصص معين، بيقعدوا مع بعض ويحطوا جايد لاينز او خطوط واسعه كده للتشخيص عن طريق السونار، الماموجرام، الام ار اي، اي حاجه. فالاي سي ار كان نظام القديم لموضوع الثدي اللي هي كتله، لوصف كتله الثدي. فكنا بنقول الاي سي ار 0 ان هو لسه مش عارف ياسس اذا كانت في كتله ولا لا، اي سي ار 1 واي سي ار 2 في كتله بس بناين يعني، او مفيش كتله خالص يعني 0 و1 مفيش كتله موجوده، الثدي طبيعي ما فيهوش حاجه، ما فيهوش كتل. 2 في كتله بس حميده يعني اللي هي مش ما فيهاش خصائص الكانسر، دي اللي هي اي سي ار 2 مفيش كانسر، مفيش خصائص الكانسر حتى لو في كتله او كيس او اي حاجه. اي سي ار 3 دي اللي هي حاجه اسمها موستلي بناين، يعني باكتر يعني نسبه ان هي تبقى مالجنت لا قدر الله، او نسبه ان هي يكون فيها ورم سرطاني اقل من 2%. طيب بعد كده اي سي ار دي اللي هي اي سي ار 3، الاي سي ار 4 هي بيقول لك موستلي مالجننت، يعني الاحتمال ان هي تبقى ورم سرطاني احتمال كبير شويه، ممكن يوصل لغايه 50% وفي اي احيان تاني لغايه 35%، ولكن من اول الاي سي ار 4 احنا لازم محتاجين ان احنا نعمل عينه، سواء عينه بالابره الاف ان اي اللي هي الاسبيريت، او عينه جراحيه اللي هي البايوبسي ترو كات بايوبسي اللي بالابره الجراحيه. طب اي سي ار 5 لا، دي مالجننت بنسبه كبيره جدا تتعدى 90%، يعني الاي سي ار 5 بنسبة أكتر من 90% دي مالجنت، ولازم وحتما أعمل بايوبسي أو برضو اف ان اي عشان أشوف هتصرف إزاي مع الكانسر. طيب هل كده هي مقابلة للبايراتس؟ أيوه هي كده مقابلة للبايراتس. بايراتس إحنا قلنا برضو بايراتس 1 ده ما فيهاش حاجة، بايراتس 2 ممكن يبقى فيه برضو كيس أو تلاف أو حاجة بس بناين ما فيهوش أي، أو حميد ما فيهوش أي شك، أما بايراتس 3 فهو موستلي بناين، أكتر من 98% بناين، 2% بس احتمال ان هو يبقى مالجننت. وفي الحاله دي بعمل حاجه اسمها كلوز فور اب، ان انا اتابعه كل 3 شهور لمده مرتين او 3، وبعد كده احطه على البرنامج المتابعه الطبيعي سواء كان سنه او سنتين او اكثر. البايريدز 4 محتاج عينه، وبايراتز 4 ده فيه منه كمان A و B و C، اما بايراتز 5 فهو موستلي بنيجننت يعني بنسبه كبيره جدا هو مالجننت اكتر من 90%، اما بايراتز 6 وما كانش فيه ACR 6، بايراتز 6 اللي هو لا دي اصلا كتله انا خدت منها عينه واتاكدت ان هي سرطانيه مالجننت مش بناين، يعني اتاكدت ان هي سرطانيه مش حميد.
يبقى كده خلاص عرفنا البيرايتس. هتلاقوا له فيديو لوحده خالص في القناه بتاع ده مشروح بالتفصيل الممل. الاي سي ار احنا وهو قلناه نقوله تاني اي سي ار 0 ومش عارف يحدد اي سي ار 1 حاجه اسمها اللي هي نيجليكابل لان انا مش ما فيش اصلا حاجه يتعلق عليها. الاي 2 برده ما فيش حاجه بناين وما فيش حاجه موجوده حتى لو في تكيس او تليف بسيط فهو بناين ما فيهوش اي مظاهر من مظاهر ان هو يبقى مالجننت او خبيث. 3 هو موستلي بناين اقل من 2% فقط احتمال وجود سرطان وعشان كده بنعمل له متابعه كل 3 شهور لمرتين او 3 لغايه ما نحط لغايه ما نتاكد بقى هل هو ينزل لاتنين فما نعملش معاه حاجه ونتابعه كل سنه او اتنين ولا هو لا ده قريب للاي سي ار 4 وحصل فيه تغيرات تقول ان انا اشك ان هو فيه ورم فابدا اخد منه عينه. الاي سي ار 4 هو موستلي مالجننت باكتر باحتماليه اكبر توصل ل 50% او في حاجات في كتب تانيه بتقول ان هو لغايه 35% وهنا لازم اخد اف ان اي او بايوبسي عشان اطمن. اما الاي سي ار 5 فهو موستلي مالجننت اكتر من 90% ده ورم سرطاني وهنا لازم وحتما اخد عينه من الورم واحللها عشان اتاكد واطمن ان ده مفيهوش حاجه. ارجو تكون النقطه دي وضحت. الاي سي ار البايراتس وفي موضوع الثدي البايراتس ده موجود في كذا حاجه تانية موجود كمان في الثيرويد نوديول ممكن نعمل له حلقه لوحده ان شاء الله. اشوفكم على خير. باي باي.